يوتيوب. انا اسمي علي عمار، دكتور صيدلي، اتخرجت من كليه صيدله سنه 2017 جامعه دمنهور، واخر سنه ليا في الكليه قررت ان انا اعمل قناه على يوتيوب. كنت عايز اعرف الناس كنت عايز اعرف الناس الصيدله اللي انا بحبها مش الصيدله اللي انا بتعلمها. يعني انا في الكليه مثلا كنت بدرس مواد كليه صيدله، وكانوا كليه صيدله بارعين جدا في انهم يكرهوني فيها، وكل شويه بقى امتحانات وشيتات وحاجه يعني مقرفه جدا، لحد ما انا بعد مده كبيره اكتشفت ان انا ممكن اعمل قناه على يوتيوب اعرف فيها الصيدله اللي انا بحبها للناس وحببهم فيها زي ما انا عايز. بس ما كنتش عارف ازاي، يعني ايه الحاجه اللي انا ممكن اعرفها للناس وفي نفس الوقت يستفيدوا بيها ويحبوا الصيدله زي ما انا بحبها. فلما بدات في القناه في الاول يعني كفكره زي ما اي حد فينا بيعملها لما يكون قاعد مع اصحابه على القهوه، يلا بينا نعمل قناه على اليوتيوب، يلا بينا نعمل مشروع. فتلاقي الناس كلها في الاول تلاقي في منهم يقول لك طب يلا بينا، يلا بينا، طب انا معاك ايه؟ معيش حاجه. طب وانت معيش حاجه بس انا ممكن اجيب لك حد معاه كاميرا، وهكذا بقى الحماس اللي هو بياخدنا دايما في بدايه اي حاجه وبيروح بعد دقيقتين ده، لكن محدش في الاخر محدش بيكمل. فانا في الاول اتعشمت طبعا في اي حد من الناس اللي كانوا بيقولوا ان احنا هنساعدك وهنكمل معاك، لكن كلهم خلعوا. فانا لما جيت ابدا في الاول كان في ناس هنا معايا في الكليه قالوا لي ان هم هيساعدوني وهيكملوا معايا وهيخلوني يعني ان احنا هنكمل مع بعض ونبقى كلنا تيم واحد، والنجاح هيكون نجاحنا احنا كلنا مش نجاحي انا لوحدي ولا نجاحهم هم لوحدهم. فعملنا مع بعض اول حلقه اللي هي كان فيها دي الحلقه الوحيده فعليا اللي كان فيها فريق عمل. فمن بعد اول حلقه دي طبعا كانت حلقه رديئه في كل حاجه، هي بس انا كنت عايز بس يعني زي فاليديشن كده من الناس ان انا بقدر اقدم محتوى وان انا ما فيهاش مشكله ان انا بقى ممكن اوصل لك المحتوى عادي واقدر اتكلم معاك كمذيع وانت تتقبل مني المعلومه وما تتضايقش مني. فلما جيت اتكلم في الاول او اعمل اول حلقه، الحلقه كانت وحشه جدا في كل حاجه، يعني اصلا ما كانش في مايك. يعني انا يومها لما جينا نسجل سجلنا بكاميرا كده عليا، وكنت فاكر ان انا ممكن لما اسجل مثلا من الكاميرا كده وهي هناك ان صوتي هيوصل عادي، ما كناش نعرف ان احنا لازم نجيب مايك اصلا. فعملنا اول حلقه من غير مايك، وما كنتش بعرف اعمل مونتاج، فجبنا واحد يعمل لنا مونتاج وعمل مونتاج زي الزفت لدرجه ان كانت الموسيقى اللي هو حاططها كانت اعلى اصلا من صوتي اللي ما كانش باين. فعملنا اول حلقه كانت الحمد لله يعني كانت سيئه جدا، بس اللي كان بيتفرج على الحلقه كان بيقول حاجه واحده بس، يقول لك الصوت وحش، التصوير وحش، المونتاج وحش، لكن انت بتعرف تقدم. ما كنتش عايز اكتر من كده. فمن بعد اول حلقه لقيت الناس اللي هم كانوا متحمسين جدا دول اللي كانوا معايا في الكليه فجاه كله انسحب وقال لك يعني يو ويل جيت اول ذا كريدت، انت اللي هتاخد كل الشهره واحنا طز فينا. فقلت لهم اصلا يعني خلاص مش يعني خلاص مش مهم. قعدت بقى مع نفسي في البيت، قعدت ثلاث شهور كاملين اللي هي المسافه من بدايه القناه اللي هي في اخر ترم ليا في الكليه، يعني انا بادئ في اخر ترم في شهر 4 في الترم الثاني اللي هو تقريبا قبل الامتحان بمده. قعدت بقى المده دي كلها بالامتحانات بالحاجات دي كلها اللي انا ما بذاكرش على قد ما انا كنت بتعلم ازاي اتعلم اعمل قناه على اليوتيوب وازاي اقدر اعمل مونتاج، اعمل اصور كويس، اعمل هندسه للصوت، اعمل كل حاجه بزيرو بادجت. فعملت بقى كل حاجه من غير ولا مليم، لدرجه ان المايك اللي انا كنت بستخدمه ايامها كان مايكروفون انا اللي مصنعه، يعني حتى ما اشتريتش مايك. اتعلمت ازاي اصور بالموبايل، ازاي اطلع كواليتي كويسه بالموبايل، ودي اللي انا قعدت بيها سنتين كاملين قاعد شغال بيها. يعني انا ما اشتريتش كاميرا الا لسه من كام شهر، لكن طول المده دي وكل الحلقات اللي اتشهرت على اليوتيوب واللي جابت يعني الاف الفيديوهات وهي اللي شهرت القناه كانت كلها بالموبايل بتاعي اللي هو اصلا كان موبايل رديء جدا، كان موبايل انتاج سنه 2014، يعني ما هوش مثلا موبايل من اللي هي الفلاج شيبس اللي هي كل واحد منهم بولوفات، لا كان موبايل تعبان جدا. بس اتعلمت ان انا ممكن بكاميرا الموبايل اطلع جوده عاليه جدا باقل التكاليف او باقل الامكانيات، ان انا لازم اجيب معدات اضاءه. معدات الاضاءه دي عشان انت تجيبها برضه هي كمان غاليه، فصنعتها هي كمان برضه عن طريق الانترنت. كتبت ان انا ممكن اعمل اي حاجه من DIY او دو ات يور سيلف اللي هو انت ممكن تعمل اي حاجه باقل التكاليف. فصنعت حاجه اسمها رينج لايت. الرينج لايت دي بتكون دايره كده مضيئه بتحط جواها الموبايل او الكاميرا، بتديك كواليتي عاليه جدا زي ما تكون بتصور في الشمس. اتعلمت ان انا اعملها باقل حاجه، فانا عملتها تقريبا ب 40 جنيه في حين ان هي كان ثمنها 150 دولار، يعني ايام كان الدولار ب 20 جنيه يعني كانت بحوالي 3000 جنيه.
جنيه عملتها ب 40 جنيه لقيت ان انا بعد كده كمان محتاج كشافات زي دي بس تكون انا عشوائيه في الاضاءه حاجه اسمها سوفت بوكسز السوفت بوكس برده كان ثمنه حوالي برده 100 دولار الاثنين عملت كل واحد منهم مثلا ب 20 جنيه جبت كراتين شيبسي وبتاع حاطط جواها اللمط بحيث انها تركز الضوء وتديك كواليتي عاليه جدا المايك بقى عملته ازاي؟ جبت هاند فري قديمه بايظه ده المايك بس بتاعها اللي شغال جبته لفيت عليه سفنج عشان يعمل الكومبريشن للصوت وحطيته تحت هدومي ومحدش كان بيعرف ان انا في حاجه تحت هدومي هي اللي بتسجل الصوت يعني بس وعملت القناه في الاول وبدات في حاجه زي كده وكملت عادي ما كنتش منتظر منها اي حاجه لا منتظر ربح ولا منتظر شهره دي حاجه انا بحبها والناس كلها ايامها ما كانش حد منهم بيدعمني لدرجه ان هو كان بيقول لي فكره وهتعدي اللي هو انت هتعمل حاجه يومين ثلاثه وهتنساها لان في سنه 2017 لما انا بدات ما كانش لسه الموضوع منتشر قوي فما كانش حد يعرف ان انت ممكن انت صاحبنا اللي احنا قاعدين مع بعض على القهوه ان انت ممكن في يوم من الايام تنجح في حاجه زي دي وتبقى زيك زي ناس ثانيه احنا بنشوفها على طول ومشهورين وبيتعمل لها شيرز ولايكس والناس بتتكلم عنها على طول. الفكره بقى كمان مش في ان انت وفرت الامكانيات اللي هي اصلا ما كانتش موجوده، الفكره اصلا في المحتوى، دايما اي حد بيصنع محتوى يقول لك كونتنت از كينج، المحتوى هو الملك. يعني انت دلوقتي لو انت معاك محتوى فانت معاك رقم واحد. معاك كاميرا معاك صفر، يبقى كده اوفر اول 10. معاك مايكروفون صفر كمان، يبقى انت كده معاك 100. معاك جهاز مونتاج صفر كمان، معاك 1000. لكن لو مفيش محتوى صفر وصفر وصفر اوفر اول صفر. المحتوى لما بدات فيه في الاول اتكلمت عن السموم بس بعد مده كبيره بعد ما الناس برضه حبت الموضوع ان انا بتكلم عن السموم والقصص وان ازاي واحده تقتل جوزها من غير ما يبان في التشريح الكلام ده لقيت ان الناس في الاول ما يعني هي حبت الموضوع وحبت فعلا الصيدله من وجهه نظري زي ما انا كنت بحبها لكن مش مفيد يعني تمام قشطه اللي هو واحده قتلت جوزها بس انا استفدت ايه؟ لقيت بقى ان بعد كده بدات اجرب اول حلقه عملتها عن مخدر اسمه الفلاكه، الفلاكه ده مخدر بيخليك لما بتاخده بتحس ان انت عامل زي الفامباير او زي يعني الزومبي بتقعد تعض في الناس وتشرب من دمهم وبتعمل حاجات انت نفسك ما تكونش مستوعبها، فبعد ما عملت الحلقه دي لقيت الناس ايه؟ لا يعني قالت طب ما فعلا المخدر ده كنت ممكن اجربه وفي الاخر كان يحصل لي كده، فاكتشفت ان انا لما بتكلم مع الناس او ان انا لما اعمل محتوى عن المخدرات واعرف الناس نهايه الطريق اللي انت هتروحه ممكن يوصلك لايه؟ لقيت ان ده فعلا محتوى مؤثر وفعلا محتوى مفيد. فطورت من الفكره دي بعد اول حلقه عملتها على الفلكه عملت حلقه اسمها مخدر الفيل الازرق وهي دي اللي شهرت القناه جدا. مخدر الفيل الازرق دي جربت فيها المخدر على نفسي بشكل تمثيلي، ايامها قريت كتاب اسمه راب دانسينج انتو ذا ثيرد ميلينيوم بتاع واحد اسمه تيرنس ميكيلنا، ده كان عالم نفس قرر ان هو يتعاطى السايكيدليكس او المهلوسات ولما يتعاطاها يجرب التاثير على نفسه ويسجل التاثيرات دي في كتاب علشان يخلي الناس تعرف الحاجات دي نهايتها ايه وايه وما تجربهاش، فقررت ان انا يعني اقرا الكتاب ده واشوف المراحل كلها بتاعت المخدر الدي ام تي بتاع فيلم الفيل الازرق برضه علشان الفيلم ده لما نزل في ناس كتير ايامها قالت احنا عايزين نجرب المخدر ده علشان نحس بنفس الحاجات دي لان هو في الفيلم شاف حاجات حقيقيه يعني هو في الفيلم لقى نفسه واكتشف تفاصيل جريمه خالد الصاوي ومش عارف ايه فهو ساعتها الناس قالت ده كده حاجه حلوه اللي هو الدي ام تي فالفيلم ده انا شايف ان هو يعني رسخ افكار عند الناس ان هو خلاها عايزه تتعاطى حاجه زي كده فانا كان هدفي ان انا اعرفهم ان اول حاجه ان الفيلم ده مش حقيقي وان في الفيلم ده كذب وتشوف ايه اللي هيحصل لك لما تجرب المخدر ده بالتدريج هتشوف اللي هيحصل لك في اول 20 ثانيه بعد كده في اول دقيقه اول دقيقتين لحد ما تنهي الرحله ودي نفس الطريقه اللي المفروض احنا نتبعها مع اطفالنا في التربيه يعني مثلا ما تقولوش ان انت لو رحتش مدرسه انا هعضك هنساعد بالشمع مش عارف هضربك هحرمك من المصروف طب ما انت ممكن تقول ان انت لو رحتش بكره مدرسه مش هتقدر تحس موسيقى مش هتقدر تحس الالعاب مش هتشوف صحابك وتلعب معاهم فساعتها هو هيعمل اللي انت عايزه بس بمزاجه فده اللي انا تعمدت ان انا اعمله في القناه عندي ان انا اخلي المحتوى على قد ما اقدر ان هو يعمل لك يعني يخليك تشوف نهايه الطريق بس يعني من غير ما اقول لك بالشكل المباشر بتاع التوعيه اللي هو لا للمخدرات، المخدرات مضره بالصحه، المخدرات بتموت، الكلام ده كله. ومؤخرا كمان عملت سلسله حلقات عن الامراض النفسيه لان معظم الناس اللي بتعطى مخدرات يا اما بتحول لمريض نفسي يا اما هو بيكون مريض نفسي وعلشان يخرج من الحاله اللي هو فيها بيتعاطى مخدرات، زي حتى في الافلام بيقول لك يا عم اشرب عشان تنسى. فهي الناس كلها دايما بتاخد المخدرات او الحاجات اللي زي دي اعتقادا منه ان هي ممكن تخرجه من الحاله اللي هو فيها وممكن توصله لحاله
حاله كويسه جدا. فدي الفكره اللي انا عايز اقولها لكم، ان انت مش شرط ان انت تعمل محتوى عشان تعمل مثلا محتوى على اليوتيوب او تعمل حاجه ناجحه، مش لازم تكون فكره جديده، المهم ان انت تعملها بشكل جديد. وعايز اقول كمان ان مش لازم انت في الاول لما تيجي تعمل حاجه زي دي انت تلاقي دعم من الناس اللي حواليك، لان انا حرفيا ما فيش اي حد دعمني نهائيا، يمكن بس اللي دعمني الاصدقاء المقربين جدا اللي هو ممكن ما يكونش قادر يساعدني بحاجه او قادر ان هو يشتغل معايا في حاجه او يعمل لي مونتاج او يصورني او حتى ما عندوش اي امكانيات، لكنه كان مؤمن بيا ان انا ممكن في يوم من الايام اعمل حاجه. فانت لازم تصدق نفسك، يعني على قد ما تقدر تشوف ايه الحاجه اللي انت متميز فيها، ولازم تجرب، لان الحياه تجارب، مفيش حد فينا بيوصل لحاجه ناجحه الا لما يجرب. يعني اكيد صاحب شركه مايكروسوفت كان بيجرب في الاول وكان عنده ناس مخبوطين برضه في الاول وقالوا له انت مش هتنجح وحاجات من دي، بس هي صدفه. كذلك برضه كل التجارب الفيزيائيه، التجارب العلميه الناجحه كلها برضه بدات بتجربه، تجرب وتحاول وتجرب وتحاول لحد ما في الاخر توصل لنتيجه. فانت لازم تصدق نفسك على قد ما تقدر، ومش كلام انشا اللي هو مش كلام تنميه بشريه اللي هو بقول لك صدق نفسك وخلاص وهات الكتب واقف عليها والمس السماء والكلام ده كله، لا، انت فعلا لو انت عندك فكره لازم تجرب، لازم تحاول، ما تبصش لنقطات حد، لان انا ايام الكليه كنت بجرب كل حاجه ممكن تتخيلها وبفشل. يعني جربت اتعلم بروجرامنج وفشلت، جربت اتعلم تصوير بالموبايل وفشلت، جربت اتعلم ترجمه وفشلت، جربت اعمل كل حاجه ممكن تتخيلها وفشلت، الا موضوع ان انا اعمل محتوى على اليوتيوب، لان انا ما اعرفش كان في حاجه غريبه بتشدني الموضوع ده، خصوصا ان انا عايز اعرف الناس وجهه نظري، لان انا ما كنتش طالب ناجح، يعني ما كنتش من الطلبه اللي هي بتجيب امتياز او بترتب على الدفعه، لا، بس بالرغم ان انا ما كنتش بجيب تقديرات عاليه، لكن انا كنت بحب الصيدله، كنت شايف ان هي فيها حاجه شداني ليها وحاجه انا ممكن اعرفها للناس، حاجه ممكن تخليهم يعني يعملوا حاجه غير الحاجات اللي هم عارفينها، يعني ممكن تخليهم، ممكن تنقذهم من حاجات كتير، ممكن تنقذهم من طريق دمار، لدرجه ان انا دلوقتي لما بيجي رسائل من ناس في دول زي امريكا مثلا بتبعت لي بتقول لي ان كان ليا واحد صاحبي على بدايه طريق الفلكة، ولما شافك اتكلمت عنه وعرفته ايه اللي كان هيحصل له في نهايه الطريق وكان هيتحول ازاي لحيوان مفترس بيهاجم على الناس وبيقتلهم، انت انقذته من الطريق ده كله وانقذته من الاول. يعني دلوقتي بقى هدفي مش اني بس انقذ الناس اللي في بدايه الطريق، لا، انا بقى هدفي دلوقتي ان انا انقذ الناس اللي هي اصلا عندها فضول انها تجرب. فالمخدرات مش زي ما الناس فاكره، المخدرات مش مجرد حاجه ممكن تبسطك يومين ثلاثه وتبطلها. المخدرات ده عباره عن طريق موت، مجرد بس ما رجلك تلمسه انت كانك في نهايه الطريق من بدايته، يعني اول ما تلمسه انت خلاص مش هتعرف تخرج منه حتى لو خفيت، لان انت حتى لما بتخف وتاخد ادويه بتخرجك منه، الادويه دي مش بترجعك لطبيعتك، بتقعد تلعب في كيمياء المخ وبتبوظه خالص وبتخليك في الاخر تتحول لمريض نفسي. شكرا جدا.